الكرات يصعد جول رونالدو يفتح مدار التسجيل للبرتغال يهتز الملعب وتهتز مدينة سوتشي تهتز لشبونة ويهتز البرتغال رونالدو يفتح مدار التسجيل أمام كريستيانو رونالدو يقول له عرقلتني أنا قاسية جدا للإسبان يلعب إيسكو خطيرة كرة رائعة من قبل ديغو كوستا في اتجاه دافيد سيلفا يسدد بيمناه كرة بعيدة في مباراة رقم 120 رائعة من كوستا 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 بابا بابا كوستا جول بابا بابا جول كوستا 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 عملاق انت يا ديغو نعم وحده كرة عالية هل هناك خطأ سيدي حكم ماذا هنالك وتغطيته بابا بابا جول بابا بابا جول هل دخلت يا سيدي الحكم رونالدو بابا بابا ضربة جزاء فعلها الحكم روكي فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبان وضرب الجزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة حكم خطير بابا بابا جول ديغو 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 لست مارادونا ولكنك كوستا لست مارادونا ولكنك كوستا يا ديغو رونالدو ثنائية وديغو ثنائية كريستيانو ثنائية وكوستا ثنائية هدفان لمثله ما بين رونالدو وكوستا بين البرتغال وإسبانيا منذ حين فقد قلت لكم ما زال ستشاهدون العجب في هذا وما زال بابا بابا جول بابا 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 جول ناتشو 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 إسبانيا 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 انتفض المتدر انتفض الإسبان أين هم البرتغاليون أين أنت يا كريستيانو لتنقذ بلدك إسبانيا تنتفض في سوتشي إسبانيا تصنع العجب هدف آخر ولا أروع يا له من جول يا ناتشو خلوني نقول جول اضربها ناتشو صاروخ حط رونالدو في تنفيذ المخالفة رونالدو امسك شعرك امسك صدرك امسك بطنك انت